بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نبدا باذن الله تعالى بدراسه متن العقيده الواسطيه. قبل الدراسه على ما تقدم معنا لابد من معرفه امور. الامر الاول، لماذا اخترنا دراسة العقيدة الواسطية؟ العقيدة الواسطية هي متن متخصص في الأسماء والصفات. لماذا ندرس الأسماء والصفات؟ لا يتم التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ومنه توحيد الأسماء والصفات. وأن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم، أي علم باب الأسماء والصفات، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ملتبس على الأمة، بل وضح عليه الصلاة والسلام وبينه، كذلك الصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح، حتى لا نقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة. حياة القلوب، تعرف على الله، أشرف العلوم، سبب لدخول الجنة، لدعاء الله سبحانه وتعالى بالأسماء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كان يعمل، وغير هذا من الأمور. طريقة الدراسة، لو سألك سائل كيف ندرس هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، نقول أولا لابد أن يكون السبب لدراسة هذا الباب أي باب الأسماء والصفات هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إمامنا الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء سئل عن شيء عظيم، يقال الله أعلم أنه عندما سئل طقطق رأسه وعلى الضحضاء العرق، كيف يسأل عن كيفية الاستواء، عن كيفية صفة من صفات الله، كيف يسأل عنها؟ هذا أمر عظيم. لذلك لا يمكن أن يكون باب الأسماء والصفات يعني في التدريس مثل ما تتكلم عن صفة مخلوق، ما يمكن. هذا الباب لابد أن يكون الغرض من دراسة هذا الباب هو تعظيم الله سبحانه. ولذلك لا يمكن في هذا الباب أن نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. أحرص علم منا وأتقى لله منا والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق وأعلم الخلق بالله. أيضا من الطريقة في الدراسة أن أكون على قاعدة. القاعدة هذه ذكرها الإمام مالك. الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، فكل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى. نعرف معنى الاستواء ومعنى العلو ومعنى اليدين، نعرف الاستواء معلوم، والكيف مجهول، نؤمن أن لله سبحانه وتعالى كيفية تلق جلالة عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. مثال الآن، ما عد الله سبحانه وتعالى المتقين في الجنة نخل وزيتون ورمان وخمر، معاني هذه الأسماء نعرف المعنى، لكن الكيفية ما ندري عنها، والإيمان به واجب. إذا لا بد أن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال عنه بدعة، لأن هذا سؤال عما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عليهم. هذا مهم جدا أن تفهم هذه الأمور، الطريقة في الدراسة على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عليه. بعد هذا، سبب الدراسة لهذا المتن، كتب كثيرة ألفت في العقيدة وفي باب الأسماء والصفات. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن أي متن العقيدة الواسطية؟ أمور كثيرة. أولا، هذا المتن أي متن العقيدة الواسطية من أهم المتون في العقيدة، بل أن هذا المتن جمع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجمل ما قيل في باب الأسماء والصفات
في باب إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وقولها السنة في صفة الكلام، في باب الصحابة رضي الله عنهم، فيما شجر بين الصحابة، في آل البيت، في كرامات الأولياء، في طريقة أهل السنة والجماعة العملية، في الجمع بين العلو والمعين، من أحسن ما قيل في أبواب متفرقة عند أهل السنة والجماعة. ولهذا أرشد العلماء إلى حفظ هذا المتن، تحفظ هذا المتن مع كتاب التوحيد بإذن الله، يعني يكون لديك يعني قاعدة في كتاب في التوحيد وفي العقيدة. أهم المتون من أحسن ما قيل في أبواب متفرقة هذا المتن، متن عقيدة الوسطية، من أسهل كتب شيخ الإسلام العقيدة الوسطية، من أحسن ما يعني كان فيه المؤلف رحمه الله سار في العقيدة الوسطية على حسن التبويب والترتيب، وسيأتي معنا في التقسيمات الكتاب. كذلك كثرة الشروحات عليه، عناية العلماء، نصيحة العلماء بدراسة هذا المتن، متن مبارك. المؤلف رحمه الله تعالى كل مؤلفات شيخ الإسلام لا يمكن أن يأتي بكلمة إلا ولا أصل من كتاب أو سنة، بل يتحرى أنه لا يتكلم إلا بما ورد في الكتاب والسنة من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن. هذا السبب للدراسة لهذا المتن. أيضا لو أردنا أن نفهرس أو نقسم هذا المتن، القسم الأول المقدمة، والمقدمة تحتوي على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة عموما وفي باب الأسماء والصفات خصوصا. ثم أورد المؤلف الأدلة من القرآن، وقال من تدبر القرآن طالبا للهدى، تدبر وإرادة الهدى. القرآن مملوء بهذا الباب، بل لا تخلو منه آية على ما ذكر ابن القيم. ثم انتقل إلى الأدلة من السنة، هذا القسم الثالث. الأول مقدمة، والقسم الثاني الأدلة من القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله كان إذا جلس في مجلس التحديث يقول كان ينتقي من القرآن حيث شاء، كأن القرآن بين يديه. نعم، كذلك السنة، وسوف نرى إن شاء الله تعالى كيف المؤلف رحمه الله تعالى رتب حسن الترتيب. الأدلة من السنة كذلك رتبها لنا. ثم بعد هذا جاء القسم الرابع وهو أهم شيء في الكتاب بعد الأدلة من الكتاب والسنة، مجمل اعتقاد أهل السنة في أمور شتى ذكرها، وهذا من أحسن ما في الواسطية والله أعلم. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين شيء مهم جدا وهو طريقة أهل السنة والجماعة العملية، العقيدة لا بد تظهر على سلوك المرء، طريقة أهل السنة والجماعة العملية. ثم أن المؤلف ختم بخاتمة عجيبة، والله شيخ الإسلام إمام ألف في معتقد أهل السنة والجماعة وفي نهاية العقيدة ما قال أنا السلفي وأنا إمام من أمة أهل السنة وأنا كذا، قال في نهاية العقيدة يقول نسأل الله نجعلنا منه. سبحان الله، تبرأ من حوله من قوته ولم يدع العصمة إلا لمن عصم الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأنت تسمع بعض الناس اليوم قال أنا سلفي، إيش أنت؟ صحيح، هذا شيخ الإسلام في نهاية العقيدة تبرأ من حوله من قوته وقال نسأل الله نجعلنا منه. وسيأتي بإذن الله تعالى يعني الكلام على ما ختم به المؤلف رحمه الله. يذكر بعض العلماء رحمهم الله
أن شيخ الإسلام توسط بالواسطين، ثم بعد هذا حمى بالحموية، ثم دمر بالتدمرية. فلا بد يعني عند الدراسة، رجوع على العلماء، رجعنا العلماء في الدراسة، قالوا أول ما يدرس فيه هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، ومن كتب شيخ الإسلام الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية. ولو سرت على هذه الطريقة بإذن الله تجد الحموية التدمرية أسهل ما يكون. نعم. طيب، وإن شاء الله تعالى يعني نأخذ نبذة عن الحموية والتدمرية بإذن الله إذا انتهينا من عقيدة الوسطية. إخواننا، والله هؤلاء العلماء تعبوا حتى أوصلوا لنا هذا العلم، بقي علينا أن نسلك، سلكنا وصلنا، إذا لم نسلك هذا الطريق لم نسلك إلا أن يشاء. شيخ الإسلام هو المؤلف لهذه الرسالة المباركة. عادة علماء السلف رحمهم الله أنهم دائما وفي الغالب لا يركزوا على تراجم العلماء، لا يذكر يعني مثلا يعني كم يعني من كتاب تقرأ لا يتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكذا. لماذا؟ يعني يتكلم لكن ليس لك يعني الحديث وإطالة فيه. لماذا؟ أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر التراجم أحيانا يكون من باب معرفة أن هؤلاء ساروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا ارتفعوا. الآن لو تنظر مثلا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل كان هناك علماء؟ نعم. ومن هو أحفظ وأعلى من الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ نعم. لكن الفرق هو الإخلاص. نعم، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. مات ابن سعدي رحمه الله، وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يوم أتى لابن سعدي رحمه الله، كان صغير الشيخ بن عثيمين، مات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، رفع الله سبحانه وتعالى الشيخ بن عثيمين. هناك كان من طلاب ابن سعدي من يدرس الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لكن الإخلاص. ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام انتهى. الغرض من الترجمة أننا ننظر في سيرة هذا الرجل، ونقول أن هذا الرجل سار على طريقة السلف واقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحسب كذلك الله حسيب ولا نزكي على الله أحد، ولا بد أن نسير على هذا. والعبرة بالميزان. ما هو الميزان؟ الميزان الذي يوزن كل ما يأتي عن أحد من الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقدم هذا وسيأتي من كلام شيخ الإسلام أنه يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ما تقدم هدي أحد. شيخ الإسلام وأحمد ابن عبد حليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام منذ صغري عرف بالجد والاجتهاد، لا يعرف الكسل ولا يعرف اللعب، حياته كلها يقول هو جاد فيها. جهوري الصوت و يعني قد قيل عنه رحمه الله كل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل. تعرف اليوم بعض من يؤلف هدانا الله إياه قص ولص خمس دقائق يخرج كتاب. شيخ الإسلام لا يعرف القص واللص ولا يعرف النقل من الكتب، لا يعرف هذا، لا يعرف هذا، يكتب من حفظه. كل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل.
يكتب شيخ الإسلام في يوم ما يكتب الكاتب في أسبوع، سريع الكتاب. حتى قيل أنه لا يوجد في من ألف مثل شيخ الإسلام أبد، ما يوجد مثل في التأليف. لماذا؟ له أكثر من 1000 مؤلف شيخ الإسلام. نعم، تنظر في مؤلفات ابن القيم رحمه الله مثلا، ابن القيم 98 تقريبا، هذه مؤلفات ابن القيم رحمه الله، ألف أكثر من 1000 مؤلف. أكثر مؤلفات شيخ الإسلام في السجن. قال ومر معنا كتب رسالة أمي أن الله قد فتح علينا الفتوحات وكذا. أغلب مؤلفات شيخ الإسلام في السجن، بل بعض المؤلفات كانت سبب في سجن شيخ الإسلام. زهد، ورع، تأله لله، إخلاص أول شيء. كان إذا صلى الفجر لبث في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، ويقول لا يحدث أحد، يقول هذا زادي من الدنيا، هذه غدوتي، إن لم أتغدى سقطت قوتي. لم يسمع قط يقال في مجال الشيخ الإسلام ابن تيمية شيء من الغيبة والنميمة أو ذكر أمور الدنيا، لا تذكر عند الشيخ الإسلام، لا أعرفها. لم يتزوج، لا رهبانية، لكن شغل شيخ الإسلام، عرف سبب وجوده في هذه الدنيا، تعليم الناس، جهاد والسجن. لا يعني هذا أن طالب العلم يقول أريد أن أقتدي بشيخ الإسلام لا بد أن أسجن، لا، قدم الله سبحانه وتعالى عليه السجن، مكن الله سبحانه وتعالى من أعدائه. قال له الخليفة ماذا تريد أن أصنع به؟ ماذا تظنون أن الشيخ الإسلام قال للخليفة؟ اقتلهم؟ ذبحهم؟ قال لا، قال هؤلاء أنا أرى الله أعلم أنه خيرة الناس لأنهم يناظروا بعد، فأرى أن تتركهم. نعم، وما ازداد عبد بعفو قال إلا عزة. نعم، شهد له الأعداء قبل من كان يعرف شيخ الإسلام، شهدوا له بالعلم. كان يدخل الداخل إلى مجلس شيخ الإسلام، إذا دخل يذكر الله سبحانه وتعالى من هذا المجلس العامر بذكر الله. كان إذا جلس في المجلس يغمض عينيه ويتكلم، يقول أنه يتكلم ويسرق صوت، حتى أن بعض الناس كان يقول أنه يوحى إليه، يعني من شدة علم شيخ الإسلام وحفظه رحمه الله. طبعا هذا كان باطل ولا شك فيه. الشيخ الألباني رحمه الله يقول كنت إذا حضرت مجلس الشيخ الأمين الشنقيطي تذكرت ترجمة شيخ الإسلام، أن الشنقيطي رحمه الله إذا تكلم كأنه يقرأ من كتاب، ما شاء الله، من شدة يعني علم الرجل وحفظه. وأقول أتذكر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل حديث لا أعرف شيخ الإسلام فليس بحديث. انتقد على شيخ الإسلام أمور هي في الحقيقة مدح لا قدح. انتقدوا عليه ترك النكاح، وهو لم يترك النكاح رهبانية، بل كتب في النكاح وألف، ومن أحسن من ألف في هذا الباب، لكن شغل بتعليم الناس والجهاد وبالسجن. انتقد عليه رفض للإعطيات، لم يقبل فلس من أحد، كان يكتفي بمال قليل يأتيه من أخيه، ولم يأخذ شيء، رفض كل شيء، رفض المناصب، رفض الإعطيات. انتقدوا على هذا، وهذا مدح للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام أوقف زحف 3 طوائف، منهم الرافضة، رافضة
رجل واحد بحال الفرق نعم أوقف زحف هؤلاء بماذا؟ توحيد قوة. نقاط القوة عند شيخ الإسلام أول ما يذكر يذكر التوحيد والإخلاص عند شيخ الإسلام، وأنه لم يبالي بأحد في دين الله. الصبر على ما ذكرنا، شكر النعمة، الالتجاء إلى الله، تضرع، همة الرجل. كان يطالب في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 مرجع، ويستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يفتح الله عليه. لا تظن تبحث عن المسألة وتقول والله سمعت الشيخ ذكر هذه المسألة وتقول ترجح لذي. أكثر من 100 مؤلف تفسير آية واحدة ويدعو الله سبحانه وتعالى. انتقد على شيخ الإسلام غير هذه الأمور، سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى في نهاية العقيدة الواصلية. هناك كلمات لشيخ الإسلام أصبحت يعني ساغرة محفوظة عند الناس، وهذا من توفيق الله. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. المحبوس من حبس عن ربه، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وغير هذا من الكلمات التي حفظت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكل كلمة من هذه الكلمات لها أصل من الكتاب والسنة. قال عن الرافضة: لا للإسلام نصر ولا لعدوه كسر، وغير هذا من الكلمات. مؤلفات شيخ الإسلام قلنا كل مؤلفات شيخ الإسلام، لم يؤلف كتاب من أجل التأليف، وهذا فيه عبرة لطلاب العلم. لم يؤلف كتاب حتى يقال عنه مؤلف، ألف لحاجة الناس. فكل مؤلفات شيخ الإسلام ردود فتاوى، نعم كل مؤلفات شيخ الإسلام على هذا. الواسطية رسالة، الحموية رسالة، التدمرية رسالة، أرسل إليه يا رجل يكتب الواسطية. كتب الواسطية، ابتدأ في كتابة الواسطية من بعد العصر، فرق منها قبل المغرب. كتب التدمرية بعد الظهر، فرق منها قبل العصر. نحن الآن في المعاهد العلمية ندرس العقيدة الواسطية في سنة، الحموية في سنة، التدمرية في سنة، ويكتبها في ساعة. من البركة، نعم بركة حسية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعرف عنه أنه تراجع عن شيء من كتبه إلا بعض الفتاوى، وهذه معروفة. كذبوا على شيخ الإسلام وافتروا عليه وألصقوا به بعض الكتب، منها دعاء ختم القرآن والتراجع عن فتوى شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كتب منحولة عليه. هذا كان في القديم. في العصر الحاضر تغيرت الأمور. ماذا حصل؟ حصل أن الأعداء عرفوا أن هذه الطريقة لا تصلح. مجرد ما يرد على شيخ الإسلام يأتي أئمة الإسلام ويرد عليه، لأن الغرض ليس الدفاع عن شيخ الإسلام، الغرض الدفاع عن السنة. نعم. فماذا صنع هؤلاء؟ أخذوا يحققوا كتب شيخ الإسلام ويدخلوا فيها أشياء، ويأتيك الكتاب من الخارج ترجمة شيخ الإسلام، تفرح وتقرأ فيها الطعن في طريقة أهل السنة والجماعة. فأخذوا يلعبوا في كتب شيخ الإسلام بهذه الطريقة. جاء الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وصنع مشروع. مشروع هذا فيه العناية بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، ونقح هذه الكتب وأخرجوا ما صنع هؤلاء.
إذا لا يوجد كتاب رجع عنه شيخ الإسلام، كتب من حول عليه ذكرنا رجع عن بعض الفتاوى، نعم، لكن كذبوا عليه أنه رجع عن فتوى شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مؤلفات شيخ الإسلام قلنا أكثر من 1000 مؤلف، منها هذا المتن المبارك متن العقيدة الوسطية. العقيدة الوسطية هناك، يعني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في هذا المشروع جمع تراجم شيخ الإسلام في مجلد واحد، مجلد كبير، الذين ترجموا الشيخ الإسلام في الغالب جمع هذه التراجم ووضعها في مجلد، ثم اختصر هذه التراجم كلها في مجلد مختصر صغير، فليرجع لي. الواسطين، سبب التسمية بالواسطين، والله أعلم، عندي أنا أسباب. السبب الأول أن أحد قضاة واسط طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له رسالة مختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، هذا أول سبب تسميتها بالواسطية. الثاني لأن شيخ الإسلام كتب هذه الواسطية بعد صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. الواسطية لأنها كانت في وسط عمر شيخ الإسلام. الواسطية لأنه ذكر فيها باب كامل في وسطية أهل السنة والجماعة. الأمر الخامس والله أعلم أنها يعني الواسطية بالنسبة لكتب شيخ الإسلام هي أسهل كتب شيخ الإسلام، نعم والله أعلم. بعد هذا نبدأ بدراسة هذا المتن المبارك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا يبدأ علماء أهل السنة والجماعة بالبسملة؟ اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بعلماء السلف، تيمنا وتبركا للبداء بسم الله، لأن كل شيء يذكر على اسم الله تحل فيه البركة. ولذلك تسمي عن الطعام وأسمي عند الجماع وغير هذا. الأمر الخامس هذا يستأنس به وإن كان لا يصح استئناسا بحديث كل أمر ذي بال. بدأ بالبسملة، ثم بدأ كذلك بالحمد لله، اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعلماء السلف. وحمد الله في أول الكتب. لماذا؟ لماذا أحمد العلماء يحمدون الله سبحانه وتعالى في أول مؤلفات؟ لأن الله أنزلهم هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء. ويأتي الحمد في آخر الكتب كذلك، لأن الله أتم عليهم النعمة كما ذكرنا على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله، الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم. الحمد لله. قبل هذا طريقة في الشرح أو الشروحات لهذه العقيدة المباركة. الشروحات لهذه العقيدة المباركة كثيرة، من أحسن الشروحات والله أعلم شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كذلك الدرر السنين، هذا من أحسن الشروحات، لأنه شرح الواسطية بكلام شيخ الإسلام وبكلام ابن القيم رحمه الله. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له مذكرة عن العقيدة الواسطية، هذه المذكرة مختصرة كالشرح المختصر للعقيدة الواسطية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى طلب منه تدريس هذه الكتب الواسطية والحموية والتدمرية في المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية، فماذا صنع؟ صنع عن العقيدة الواسطية ومذكرة العقيدة الواسطية وتقريب التدمرية وفتح رب البرية بترخيص الحموية. هذه الكتب أصبحت مقررة في المعاهد العلمية عندنا في المملكة العربية السعودية. هذه المذكرة يعني شرح واضح مختصر للعقيدة الواسطية،
فالأصل من أراد أن يفهم العقيدة الواسطية يقرأ أولا المذكرة ثم يدرس الواسطية من شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. بدأ بالبسملة والحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي رسول؟ جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله سبحانه وتعالى بالهدى. هل النبي صلى الله عليه وسلم هو هدى أو جاءه مع الهدى؟ يصح الجمع بين أنه جاء مع هدى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، لكن هداية الدلالة الشر لا هداية بالهدى ودين الحق. الدين يطلق على العمل، إن الدين عند الله الإسلام، ويطلق على الجزاء، مالك يوم الدين، يوم الجزاء الحساب. بالهدى ودين الحق ضد الحق الباطل، ليظهره، يظهر من؟ يظهر الدين أو يظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، يظهر الدين والرسول، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا على ما على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. شهد الله سبحانه وتعالى على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام وصدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، شهادة قولية وشهادة فعلية. قولية أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن، فعلية أن الله سبحانه وتعالى أعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام ونصر في غزواته عليه الصلاة والسلام وانتصر على أعدائه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوابه أن لا إله لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، لا شريك توكيد للا إله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده توكيد لإلا الله، ولا شريك توكيد للا إله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا توكيد لأشهد به وتوحيدا عن إفراد الله سبحانه وتعالى. وكما أفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، لابد أن يفرد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ولابد أن نجمع في وصفنا للنبي عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة، ولا يمكن الفصل بينهما. وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد، عبد هذه تتضمن أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من خصائص الربوبية، هذا الأول. الثاني في عبد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، ولا طريق إلى عبادة الله عن طريق عليه الصلاة والسلام. إذن في عبد رد على طائفتين، الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام وادعون النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الربوبية، وعبد رد على المبتدعة. رسول هذا هو القسم الثاني، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ذكرنا فيما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه. الصلاة من الله من أحسن ما قيل فيها أن الصلاة هي الثناء على المصلى عليه في الملأ عليه، الصلاة من الله، كما فسر ذلك أبو العالية رحمه الله كما ثبت في البخاري تعليقا وفي غيره. صلى الله عليه وعلى آله، آل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر الآل وحدهم يعني عند الإطلاق، الآل المراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، والدليل إنه ليس من أهلك مع أنه من قرابته ابنه، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، قرابته لا أتباع لدين. إذن إذا ذكر الآل ولم يذكر معهم آل البيت وأصحابه وكذا عند الإطلاق، فالآل المراد بهم الأتباع لدين. لكن لو قال آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، هم على الصحيح بنو هاشم ومواليه فقط. صلى الله عليه وعلى آله
وصحبه. الصحب جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على صح الأقوال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلامة بها دفع الآفات، والصلاة بها جلب الخيرات. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم، أي دفع الآفات. ولهذا لو قال السلام على الله، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد، والصلاة بها جلب الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيد أي زائد. أما بعد، مهما يكن من شيء بعد، فأقول أما بعد فهذا، كيف يقول هذا؟ يعني استشكل بعض الشراح كيف يقول هذا؟ هذا أين؟ هذا اسم إشارة إلى دان المكان. يقول هذا، ما هذا؟ في شيء موجود؟ يقول هذا، هذا يعني هو لم يؤلف الكتاب، هو كتب المقدمة الآن، صحيح؟ يقول هذا، هذا غير موجود. استشكل بعض الشراح يعني كيف يقول هذا على شيء غير موجود. قالوا أن شيخ الإسلام كتب الكتاب ثم كتب المقدمة وقال هذا الذي كتبت قبل المقدمة، هذا قول. أو هذا لأن الكتاب تركب في ذهن شيخ الإسلام، كل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل. تظن أن شيخ الإسلام عندما قال هذا ما يعرف الذي يأتي بعد هذا؟ وعارف بإذن الله، نعم نحسب كذا. أو هذا باعتبار حال القارئ لأنه يؤلف لك، نعم. أو هذا إجابة عن سؤال، هذا قاضي من قضاة واسطة. فهذا اعتقاد. ذكرنا أن العقيدة أنك تعقد عقد مع الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهذا اعتقاد. اعتقاد من؟ اعتقاد أهل السنة. لماذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم؟ لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. تمسكوا بالسنة، السنة هنا الطريقة، بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فقط، لا، السنة والجماعة، يعني اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفرقوا. إذا كل اجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو اجتماع، وكل اجتماع مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة افتراق، وإن رأى بعض الناس اجتماع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا يمكن أن ندخل في أهل السنة والجماعة الأشاعرة ولا كرام. كيف يكون أهل السنة والجماعة ينفون الصفات؟ يثبتون سبع صفات، نعم، حتى في إثبات هذه السبع الصفات لم يوافقوا في أهل السنة والجماعة، فلا يحسب من أهل السنة والجماعة ولا كرام. يعني أهل السنة والجماعة هم السلفيين، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب. فالماتريدية والأشاعرة ليسوا من أهل السنة ولا كرام، نعم، أهل السنة والجماعة. فأما بعد، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن أراد أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة إجمال، ثم يبين معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فهذا نعم، فهذا اعتقاد الفرقة، الفرقة الطائفة الناجية من ماذا؟ الناجية في الدنيا من الخروج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام، والناجية في الآخرة من العذاب. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. ناجية في الدنيا وناجية في الآخرة. المنصورة من ينصرها؟ ينصرها الله، نعم. إذن فرقة طائفة منصورة وناجية، نعم، إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. لماذا؟ حتى نجمع بين هذا الحديث وبين قول
قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق، لا تقوم الساعة حتى ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، وفي المسلم بسند صحيح حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. قال نعم، فهذه انتقال فرقة الناجي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. نعم، وهو الإيمان. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ وهو الإيمان. نعم، وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله تقدم معنا في شرح الأصول الثلاثة، تضمن الإيمان بربوبية وألوهية وأسماء وصفاته، والإيمان بوجود الله ودل على وجود الله العاقل والحس والفطرة والشرع وملائكته عالم غيب خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصون لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، نؤمن بهم إجمالا بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء وصفاته وأعماله والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. الإيمان بالكتب، نؤمن بأن كلام الله منزل غير مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها لم تنسخ، وأن القرى الناسخ لتلك الكتب. الإيمان بالرسل، عبيد لا يعبدون، رسل لا يكذبون، عليهم الصلاة والسلام، أن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصح الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بهم إجمالا بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها، وأن أول الأنبياء آدم وأول رسل نوح وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان باليوم الآخر سيأتي معنا. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان بالقضاء والقدر، قلنا مراتب أربع: علم وكتابة ومشيئة وخلق. نعم، ومن الإيمان بالله، ومن هذه من تبعيضية، ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بوجوده. الآن يشرح لك الإيمان بالأسماء والصفات. من الإيمان بالله، نعم، ومن الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه أن الأسماء والصفات توقفية، أي يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا يتجاوز القرآن والحديث كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن لا مجال للعقل والاجتهاد في باب الأسماء والصفات، هذا من حيث التفصيل، يعني نثبت هذا الاسم وننفي هذا الاسم، هذا لا مجال للعقل والاجتهاد، المرد والمرجع الكتاب والسنة. لكن من حيث الإجمال لابد أن العقل يثبت لله كل صفة كمال وينفي عن الله كل صفة نقص وعيب. وسيأتي معنا مثلا في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، العلو في الذات، أدلة إثبات العلو في الذات لله سبحانه وتعالى إجمالا خمسة: العقل والشرع، العقل والشرع، العقل والشرع والفطرة. نعم، وسيأتي معنا الإجماع. نعم، كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطرة. نعم، من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف، من غير تحريف. لماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ أراد شيخ الإسلام ألا يتكلم إلا بالكتاب والسنة، وإن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. وهو من البداية تكلم بهذا: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قرآن من غير تحريف، لأن هذا الذي جاء في القرآن، وأن هذا أقرب للعدل، وأن هذا فيه تمثيل من هذا الأمر. لأنه تقول أنت محرف يغضب، تقول أنت مؤول يفرح. الرابع أن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مغضوب. التحريف التغيير، وهو ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف في المعنى. تحريف في اللفظ في الغالب أنه لا يقع إلا من جهة، قال حرف وقال وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلال. بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا لو تقول أن هذه الآية وكلم الله موسى أو كلم الله موسى تكليما
ما تقول في قوله وكلمه ربه؟ لم يحرر جواب، هذا تحريف في اللفظ لا قعل من جاه. الحمد لله رب العالمين مثلا، تحريف في المعنى يغير المعنى، استوى استولى، باطل، لا يوجد في اللغة ما يدل على استوى بمعنى استولى إطلاق. نعم هذا باطل، رجل لا يعرف اللغة أصلا لما يقول هذا، وسيأتي معنا أن هذا باطل بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. نعم سيأتي معنا إن شاء الله. هذا تحريف في المعنى، قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل التخلية والترك، وبئر معطلة أي مخلاة متروكة مهملة. تعطيل إما تعطيل جزئي أو تعطيل كلي. تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعر، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية. نعم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف. التكييف يسأل عنه بكيف، يسأل عنه بكيف، كما سأل الإمام مالك الرحمن العرش استوى قال كيف استوى. التكييف محرم يعني في صفات الله سبحانه وتعالى، ويكون التكييف إما باللسان تعبيرا أو بالقلب تقديرا أو بالبنان تحريرا. مثال، هذا الأخ اشترى سيارة، فهذا قال كيف هذه السيارة؟ هذا سؤال عن ماذا؟ عن كيفية. فقال هذا أرسم لك كيفية هذه السيارة، هذا تكييف بماذا؟ بالبناء. أو أخذ يشرح، قال السيارة لها أربع أبواب ولها نوافذ ولها إطارات ولها كذا ولها كذا وكذا، هذا تكييف باللسان. مجرد ما قلنا فلان اشترى سيارة لكزس موديل 2013، هذا تخيل شكل هذه السيارة، هذا تكييف بالقلب. كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، يعني لا يمكن ندرك الكيفية، لأن لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وليس له مثيل. كيف نعرف كيفية السيارة؟ نراها أو نرى مثل هذه السيارة إن كان لها مثل، أو يخبرنا الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا ولم نرى الله وليس له مثيل. إذن الكلام في الكيفية قول عن الله بلا علم ولا تمثيل. لماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن ليس كمثل شيء. الثاني، ما من شيء في الوجود إلا بينهما قدر يشتبهان فيه. تقول فلان لين والحديد لين، صح؟ هل ليونة هذا مثل ليونة الحديد؟ لا. تقول الله سبحانه وتعالى موجود والجنة موجود، هل هذا الوجود كهذا الوجود؟ لا. إذن ما من شيء في الوجود إلا وبينهما قدر اشتبه فيه، حتى وكان في المسمى. فحياة الله سبحانه وتعالى حياة حقيقية لقدرة عظمته، وحياة المخلوق لا يقابل المخلوق. طيب الثالث، أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه تشبيها مع التنزيه، ولذلك يرمون أهل السنة بألقاب ينفر الناس عنه، مشبهة، مجسمة، شكاكة، نواصب، غثاء، وهابية، جامية وغيرها، حشوية، مفهوم؟ نعم. طيب قال بل يؤمنون بل يؤمنون، يعني لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ماذا يصنع؟ يؤمن، يثبت لله ما أثبت لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى شرح هذه الآية. نعم قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، إذن يثبتون. نعم فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، بل واحدة واحدة اتركوه يا أخي، ولا يحرفون الكلم.
تحريف ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه طيب. ولا يمثل ولا يكيفون ولا يمثلون بل ولا يلحدون. الإلحاد أخذنا بالأمس أعطوه المثل أعطوه. ولا يلحدون الإلحاد الميل، الإلحاد في الأسماء والصفات الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. إلحاد تقدم معنا بالأمس ينقسم إلى قسمين، إلحاد في الآيات الشرعية والكونية، إلحاد في الآيات شرعية أو كونية، والإلحاد في الأسماء والصفات. إلحاد في الآيات الشرعية أو الكونية، إلحاد في الآيات الشرعية قول القرآن مخلوق، في الآيات الكونية قول الطبيعة تخلق الأشياء. إلحاد في باب الأسماء والصفات خمسة أقسام، أحسن من أن تقول ننقسم إلى أربعة أقسام. أن ينكر الأسماء كلها أو بعضها، كلها كالجهمية، بعضها كالأشاعرة. يثبت الاسم وينكر الصفة، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، جهمية. الثالث أن يجعلها دالة على التمثيل، يشتق منها أسماء الأصنام اللات والعزة ومناة، يسمي الله بما أنه يسمي به نفسه إلا فاعل قادر على اختراع. وثالث ثلاثة نعم تعيد قال بل فلا بل هم يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وصفاته. نعم ولا في الأسماء أخذنا هذا معناه أن المؤلف يشير إلى أن الإلحاد ينقسم إلى قسمين، الإلحاد في الأسماء والصفات والإلحاد في الآيات. نعم ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمية له، لا سمية له، لا سمية ولا ندة ولا كف. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هذه معانيها متقاربة، لكن عندنا قاعدة مهمة جدا. الصفات المنفية، الصفات المنفية، ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية؟ نفي عن الله كما نفى عن نفسه كما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. إذن لابد من أمرين في الصفات المنفية، النفي وإثبات كمال الضد. لماذا؟ قال لأن النفي المحض ليس بكمال، النفي المحض ليس بكمال. تقول هذا الجدار لا أظلم أحدا، هذا مدح، والله ليس بمدح، هذا قدح. لكن تقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. لماذا نفى الله سبحانه وتعالى نفسه الظلم؟ لكمال عدله وقدرته سبحانه وتعالى. نفى الله سبحانه وتعالى نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، مفهوم؟ إذن لابد في الصفات المنفية نفي مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. نعم ولا يقاس بخلقه سبحانه ولا يقاس. القياس تقدم معنا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم، إلا أن العلماء رحمهم الله يقولوا كل قياس محرم، يعني قياس المخلوق أو الخالق بالمخلوق، إلا قياس واحد وهو قياس الأولى. يقول هذا حق، كل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بها، وكل صفة نقص وعيب فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينزع عنها. نعم فإنه أعلم بنفسه. لماذا يقول فإنه أعلم بنفسه وبغيره أصدق وكذا؟ هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ذكرها هنا تأتي بإذن الله تعالى في التدمرية. هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام. واحد كيفية الرد على أهل الشبهة، صح؟ وكيفية الإجابة عن من سأل عن الحكمة الدرس الماضي قول عائشة رضي الله عنها. هذه الآن قاعدة في الرد على من يرد الأسماء والصفات ويغير ويحرف ويعطل ويمثل، قاعدة هنا ذكرها شيخ الإسلام. هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام، عناصر الدلالة والإفهام نشرحها. عناصر الدلالة والإفهام أو أمور إذا اجتمعت في الكلام وجب أن يقبل، أن يكون الكلام صادر عن علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداية، كم؟ أربع. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا رحمه الله
ثلاث عناصر، وأضاف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عنصر رابع، هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام، أمور أربع إن اجتمعت في كلام وجب أن يقبل، وبهذه الأمور الأربع نستطيع أن نرد عليهم الباطل. نسأل هؤلاء: هل أنتم أعلم أم الله؟ لابد أن يقول الله. هل أنتم أصدق أم الله؟ لابد أن يقول الله. هل أنتم استطعتم أن تأتوا بكلام فيه بيان وفصاحة أحسن مما جاء في القرآن؟ لا. هل أنتم أردتم هداية الخلق أحسن مما أراد الله؟ لابد يقولوا لا. إذن اتركوا هؤلاء المتهوكين الحيار وارجعوا إلى دلالة الكتاب. مفهوم الثاني، نسأل: هل أنتم أعلم أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنتم أصدق أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أفصح أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أردتم هداية الخلق أكثر مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد يقولوا لا. إذن ارجعوا إلى دلالات السنة بعد دلالات الكتاب. نعم، مفهوم. وإلا لو قالوا غير هذا نقول: ما استدنا بإنزال القرآن وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلا ضلال. صح. نعم، وكان ترك الناس بلا كتاب والسنة أحسن. أمور أربعة: عناصر الدلالة والإفهام، علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداية. قلنا ذكر ثلاثة شيخ الإسلام، وأضاف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أمر رابع. نعم، وهو في الحقيقة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يعني استفاد هذا من كلام شيخ الإسلام التيمي، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وفق الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن يجمع مسائل متفرقة أحيانا بهذا بالأعداد. يعني مثال هنا قال: عناصر الدلالة والإفهام أربعة، أخذنا فيما تقدم. نظر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وجد من يقول: احفظوا أيمانكم لا تحلموا، ومن: احفظوا أيمانكم أن تكفروا إن لم تأتوا بها، احفظوا أيمانكم بالوفاء، واحفظوا أيمانكم بل لا تحلفوا إلا بالله. قال: مراتب حفظ اليمين أربعة: ابتداء وسط وانتهاء، ولا نحلف إلا بالله. موفق سبحان الله، إخلاص. نعم، وسار رحمه الله على طريقة السلف وجمع أمور وشرح كتب السلف ولم يترك هذه الكتب، أخذ يشرح فيها حتى أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه. نعم، نسأل الله من فضله، ذلك فضل الله يأتي من يشاء. نعم، قال: ثم رسوله لا 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 تعيد الكلام حتى نشرح. نعم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه من غيره. نعم، وأصدق قيلا هذا الثاني، وأحسن حديثا وأحسن حديثا. يبقى معنا إرادة الهداية، والله يريد أن يتوب عليكم. نعم، ثم رسوله ثم الأنبياء والرسل كذلك، علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداية. لابد أن تعلم أن باب الأسماء والصفات لا يدخل النسخ، باب الأسماء والصفات لا يدخل النسخ. النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار. مثال هذا الأخ قال: حدث البارح حريق أسفل في ريزا ومات عشرة، وجاء الوزير وجاء أمير المنطقة وجاء كذا وجرح عشرة، ثم بعد دقائق قال: الكلام اللي ذكرت من حريق قتل عشرة وجرح مئة ومجيء فلان وفلان هذا منسوخ، لم يحدث حريق، كان البارحة عرس تزوج عشرة ومئة في الطريق وكذا وكذا، ايش نقول عنه؟ كذاب. صح؟ اي نعم. طيب، كل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن ربهم هذا لا يمكن يدخل النسخ، لكن كيف يثبت عنده من الكتاب والسنة؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا أنسى. هذا خبر عن موسى عليه الصلاة والسلام جاء في ثبت من شرعنا، إذن هذا ما يمكن يدخل النسخ. مفهوم؟ نعم. إذن الأسماء والصفات لا يدخلها النسخ، وكل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن ربهم فهو حق ولا ينسى، لكن كيف يثبت عندنا بالكتاب والسنة؟ نعم. ثم رسوله صلى الله عليه
قال ثم رسلوا عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يقولون مصدقون أو مصدقون، إما أن الله صدقهم أو يجب على الأقوام أن يصدقهم ويصح الجمع. فتأتي الآن وأنت تحفظ تقول صادقون مصدقون ومصدقون، تجمع هكذا وأنت تمشي في الشرح. هذا يعني من باب أنك توضح المعاني ولا تغيير أصلا في ما ذكر الشيخ الإسلام تيمية. يعني مثلا الآن عندما تأتي في إثبات صفة المحبة لله، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحبة المحبة، ثم ذكر آيات، قال آية آية المحبة ذكرها، وذكر محبة وود، ذكر آية الود أي آية؟ من يحفظ يحفظ المتن يا أخواننا. آية المحبة وذكر آية الود وهو الغفور الودود. ثم الشيخ بن عثيمين رحمه الله زاد آية، فتحفظها وأنت تحفظ في المتن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، حتى تكمل عندك إيش أنواع المحبة الثابتة لله، محبة وود وخلة، مفهوم؟ وعلى هذا تسير. يلا مشي. نعم. ثم رسله صادقون ومصدقون بخلاف الذين يقولون مصدقون ومصدقون. نعم. بخلاف الذين بخلاف متهوكين وحيار، لا علم ولا صدق ولا بيان وفصاحة ولا إرادة هداية. اجتمعت عناصر الدلالة والإفهام في كلام الله وكلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولهذا قال سبحانه ولهذا قال سبحانه نعم سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصف هؤلاء. الشيخ الإسلام شرح على نعم نعم سبح فنزه نفسه نزه نفسه عما وصفه به المخالفون له وسلم على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على المرسلين لسلامة ما قالوا يعني من النقص والعيب. نعم 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 وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه قد جمع فيما وصف به وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا هو التوحيد، حقيقة التوحيد. لو سألك أي أحد ما هي حقيقة التوحيد تقول الجمع بين النفي والإثبات. حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات، ركنان الشهادة نفي وإثبات، لكلمة الإخلاص ركنان هما نفي وإثبات فاحفظنهما. حقيقة التوحيد ما هي؟ الجمع بين النفي والإثبات. مثال تقول زيد قائم، أثبتت القيام لزيد؟ نعم. ممكن يكون هناك مشارك لزيد عمرو وخالد وكذا، صحيح؟ لكن لو قلت لا قائم إلا زيد، أثبتت القيام ونفيت أن يكون معه مشارك، إذن أفرط زيد بماذا؟ بالقيام. هذه حقيقة التوحيد، لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت عبادة لله وحده لا شريك له. إذن وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، لا بد أن تجمع، وهذا هو التوحيد. إذن حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. صح هذا اللي بجانبك صحيح أو قال نعم أقرأ. ما هي حقيقة التوحيد؟ خليك واقف. نعم الله تعالى. نعم فلا عدول لأهل فلا عدول. إذن أهل السنة لا يمكن أن يعدل عن هذا الطريق، طريقة الكتاب والسنة ما كان عليه السلف الأمة. نعم فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. نعم فإنه الصراط المستقيم، الصراط طريق مذلل مهيئ يسع كل أحد، وصف بأنه مستقيم لنقرب الطريق.
الصراط إما يضاف إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه صراط الله، أو يضاف إلى السالكين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. مدى الصراط المستقيم صراط إنه الصراط المستقيم صراط الله صراط الذين أنعم الله عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأنبياء هم أنبياء وصديقين وشهداء وصالحين، والصديقين صديقين وشهداء وصالحين، والشهداء شهداء وصالحين، والصالحين صالحين. مرة أخرى، الأنبياء هم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصديقين وشهداء وصالحين، والصديقين صديقين وشهداء وصالحين، والشهداء شهداء وصالحين، والصالحين صالحين. مرة أخرى أو مرة ثانية، الأنبياء صديقين ولا شك ائتمنهم الله سبحانه وتعالى، وشهداء نعم وصالحين. والصديقين من هم؟ والذي جاء بالصدق وصدق به. وتقدم الصديقين في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة، عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، صدقها الله سبحانه وتعالى وبرأها مما رماها به أهل النفاق. صديقين. الشهداء إما شهداء المعركة أو العلماء، لأن العلماء شهداء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أي بالعدل. والصالحين هم الذين أدوا ما فرض الله عليهم فعل الطاعات واجتناب المحرمات فهم صالحين. مفهوم؟ نعم. قال وقد دخل في هذه الجملة أي جملة؟ جملة ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه. نعم. وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. نعم. الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يسرد الأدلة، لكن المؤلف يعني لا يسرد هكذا، انتبه، هذا شيخ الإسلام هذا. نعم. رتب الأدلة ترتيب دقيق والله، وهذا من فضل الله. جاء بسورة ثم بآية ثم أخذ يورد الأدلة شيء فشيء فشيء وأطال في آخر أدلة، سوف يأتي معنا لماذا. وهذا يدل على فقه المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر السورة ثم آية الكرسي وتكلم عن السورة وعن الآية. طيب الله أعلم، نجعل هذا القسم الثاني إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وصحبه وسلم. كم بقي؟ بقي إذن إلى صلاة العصر نراجع إن شاء الله تعالى، ثم نبدأ شرح الأدلة من القرآن.